بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا، ونلتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثنا اليوم بفضل الله يحتاج إلى قليل من الانتباه. بحثنا في سجود السهو. إذا إنسان غفل في الصلاة أو سهى فزاد فيها أو نقص، يجب عليه أن يسجد السجدتي السهو ليجبر ما وقع من نقص في الصلاة، حتى ما يعيد الصلاة كلها برأعها، عشان ما يعيدها كلها يصلي سجدتين السهو لرقع النقص الذي وقع في الصلاة. وإذا غير فرضا من مكان إلى مكان وقع في الصلاة كمان بتقديم أو تأخير سهوا، مثل إذا واحد جلس في موضع القيام أو قام في موضع الجلوس، بدل ما يوقف قاعد صلى على القاعد وهو غير عاجز، أو بدل التشهد وقف، بيجب عليه سجود السهو. متى غير واجب من واجبات الصلاة من مكان إلى مكان كذلك يجب عليه سجود السهو. كرجل ترك الطمأنينة في الصلاة، ركع بغير طمأنينة، الله أكبر، الله أكبر، فمنقول له عليك سجود السهو في آخر الصلاة. هذا إذا ترك الطمأنينة في الركوع أو السجود سهوا. كذلك إذا زاد شيئا في الصلاة من جنس أعمال الصلاة، كأن سجد ثلاث سجدات، سجد سجدتين ظن أنه سجدة واحدة، سجد السجدة التالية، فمنقول له عليك سجود السهو في آخر الصلاة. سجود السهو واجب في مذهب أبي حنيفة، وهو سنة مؤكدة في بقية المذاهب. والسنة عند الشافعية المؤكدة تعادل الواجب في مذهب أبي حنيفة. هي بدأ سجود سهو وهذا بدأ سجود سهو، مثل بعض البعض، لكن تغير الاسم. عند الحنفي سمي واجب، عند الشافعي سمي سنة مؤكدة. فإذا ترك الواجب عند الحنفي أو السنة المؤكدة عند الشافعي والحنبلي والمالكي، يجب عليه سجود الصلاة. الأصل في ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه، لبس يعني بوقعه في شك، حتى لا يدري كم صلى، بشوشه ما بقى يعرف قديش صلى. فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس، فليسجد سجدتين وهو جالس. زاد أبو داود قبل التسليم، وفي رواية بعد التسليم، من بينها عند الأحناف وعند الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. قبل ما نبدأ سجود السهو، إنسان سهى في الصلاة، نجيب وحدة غالبة على الناس، التشهد الأول ظن أنه صلى ركعة وفزل الثاني، هو يكون صلى ركعتين، فزل الثاني وفزل الثالثة، فنسي التشهد، ها
هذا واجب في كل المذاهب، بده يسجد للسهو. فلو كمل الصلاة ما بصح يرجع للتشهد، متى قام ما بقى يرجع، إذا رجع بطلت الصلاة. ليش؟ لأن القيام فرض والتشهد واجب أو سنة مؤكدة، فترك الفرض للسنة المؤكدة بطلت صلاته. أما إذا كان فز نسيان له كمل صلاتك، بآخر الصلاة تسجد سجود السهو. سجود السهو في مذهب الحنفي، انتبهوا عليه، في أحناف ولا ما في أحناف بيناتكم؟ في حنفي، في واحد اثنين. الحنفي سجود السهو بيقرأ التشهد لآخره، إنك حميد مجيد، بيسجد سجدتين، بيسلم على اليمين أولا، بيسلم على اليمين السلام عليكم ورحمة الله، بيسجد سجدتين السهو، بيرجع بعيد التشهد من أوله لآخره وبيسلم. هذا سجود السهو في مذهب الإمام الحنفي، بآخر التشهد يسلم على اليمين ويسجد سجدتين ثم يسلم، بيقرأ التشهد ثم يسلم. في مذهب الشافعي رضي الله عنه أخف من ذلك، بيقرأ التشهد لآخره ثم يسجد سجدتين قبل السلام ويسلم. مذهب الشافعي أخف بالنسبة للعوام، بالنسبة لسجود السهو أخف، بيقرأ التشهد صلاة كاملة بآخرة، متى ما قال إنك حميد مجيد بيسجد سجدتين وبيسلم، هذول سجدتين السهو، السهو سجدتين غير التلاوة، سجود التلاوة جاي، هلا سجود السهو سجدتين، بيسجد أول سجدة وبيقعد، بيسجد السجدة الثانية ثم يسلم والصلاة صحيحة. شو الفرق بقى عند الحنفي والشافعي؟ الشافعي رضي الله عنه يسجد قبل السلام، والإمام أبو حنيفة بيسجد بعد السلام، يسلم على اليمين ثم يسجد السجدتين، ومتى ما سجد السجدتين بنقول له بده يكون آخر الصلاة تشهد، آخر الصلاة تشهد، فإذا سجد وسلم يكون روح التشهد، فبيسجد ثم بيرجع بيقرأ التشهد إلى آخره بعدين بيسلم. فلنبدأ بقى في الصلاة. إذا إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه، صلى الله عليك يا رسول الله، بشككه ركعتين أو ثلاث ركعات، جبت التشهد ما جبت التشهد، سبحت ما سبحت، بصير في شك حتى لا يدري كم صلى. فإذا وجد ذلك أحدكم كمل صلاته مثل ما هي ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، سجدتين قبل التسليم. مذهب مين؟ الشافعي، بيسجد سجدتين قبل التسليم بعدين بيسلم والصلاة صحيحة. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. ثلاثة ولا أربعة؟ الشك بأنو؟ بالرابعة. أما اليقين أنو؟ ثلاثة. ثلاثة ولا أربعة؟ لا ثلاثة، ومجيب الرابعة. ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته. السجدتين مقام ركعة صاروا ستة، وليبني
وإن كان صلى إتماما لأربعة كانت ترغيما للشيطان، أزل الشيطان بها السجدتين الزايدين. فمعنات الصلاة صحيحة بكمل صلاته ولا يترك في ذلك. مشروعية سجود السهو، شرعت سجود السهو جبرا لنقص الصلاة، شرع جبرا لنقص الصلاة، أي نقص في الصلاة حصل بجبره سجود السهو تفاديا عن إعادتها، حتى ما يعيد الصلاة إلا سجود السهو وصلاتك صحيحة بسبب ترك أمر غير أساسي فيها أو زيادة شيء فيها، ولا يشرع في حالة العمد. واحد ترك تشهد عمد ما في سجود سهو، في إعادة صلاة سجود السهو اسمه في السهو، لما بتسهى بتسجد للسهو. أما إذا عمدا ترك تشهد عمدا، قال ما دام التشهد واجب ما رح أجيبه، بالأخير بسجد السهو، اللي هو ما في عليك سجود سهو، عليك إعادة الصلاة، صلاة ناقصة في حالة السهو فقط. فشو حكم سجود السهو في مذهب الحنفي؟ واجب. شو معنى واجب؟ يعني أقل من الفرض بقليل. الفرض إذا أعطيناه علامة 100 سجود الواجب بياخذ 95، هذا الواجب أقل من الفرض بقليل. السنة المؤكدة بتاخذ 85. تبهتوا علي على الرقم؟ الصلاة قديش بنعطيها العلامة؟ 100، هذا الفرض. الواجب 95، السنة المؤكدة 85، السنة غير المؤكدة بتاخذ 50. فمعناتها كل ما كان إلى الفرض أقرب لازم ناخذ احتياط فيه أكثر. إذا ترك الواجب عمدا عليه إعادة الصلاة، أما إذا ترك الواجب سهوا يسجد للسهو ويكفيه ذلك والصلاة صحيحة. إذا تركه المصلي عند الأحناف، إذا ترك الواجب لا تبطل الصلاة، إنما يسجد للسهو، يأثم المصلي بتركه ولا تبطل الصلاة، هذا إذا كان ساهي. وسجود السهو يجب على الإمام ويجب على المنفرد، إذا صليت لحالك أو صليت مع الإمام. والصلاة مع الإمام فيها سجود سهو، وكثير من الناس صلاتهم تكون باطلة، انتبهوا لها. أنا عم صلي مع الإمام، اقتديت بالإمام بالركعة الثانية، فاتني ركعة صلاة الصبح، فاتني ركعة اقتديت بالركعة الثانية، هالركعة اللي أنا فزيت لصليها بدأت بالسورة، بدأت بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، تذكرت أنه غيرت محل الفاتحة بالسورة، أو بدأت بالتشهد غيرت محل الواجب، فبرجع بقرأ الفاتحة والسورة. لكن شو وجب علي؟ سجود السهو. أنا مع الإمام، الإمام سلم، وهذا الخطأ هون انتبهوا، لما الإمام بيسلم السلام الأول لا يصح لمن عليه فائت ركعة أو ركعتين أن يقول مدغري، خشيت ما يكون الإمام حنفي، سلم على اليمين وسجد للسهو يكون هو فز.
ان رجع لسجود السهو بطلت صلاته، وان تم واقف بطلت صلاته، ان تم واقف بطلت الصلاه لانه ترك الاقتداء مع الامام. واذا كان لحاله، اذا كان اول وحده، اذا كان قام ترك الاقتداء، لساته مربوط بالامام، امام ما خلص الصلاه وهو قام بطلت صلاته، ولما سلم الامام على اليمين هو فز، ترك الاقتداء فبطلت صلاته. لذلك ما من فز ليسلم الامام السلام الثاني، اللي فايته ركعه او ركعتين او ثلاث ركعات امام لو سلم ما بيصح لنا ان نقوم ما لم يسلم السلام الثاني. السلام عليكم ورحمه الله، قاعدين حتى يقول السلام عليكم ورحمه الله، عندما نفز حتى نكمل ما فاتنا ركعه او ركعتين نفز نكملون. اما سلم الامام، طلع الامام حنفي لما سلم وانفز بينفز ترك الاقتداء، سجد الامام لساته في الصلاه، سجد الامام، اذا رجع ترك فرض القيام لواجب، ترك فرض القيام، ترك الفرض الى السنه، بطلت صلاته في ذلك. وترك الاقتداء بالاجماع بالامام بطلت الصلاه من ناحيتين. فلذلك ما بيصح يلي عليه بقيه صلاه ركعتين او ركعه ان يقوم ما لم يسلم الامام السلام الثاني. هي شوفوا اكثر الناس مجرد ما يقول الامام السلام عليكم ورحمه الله تلاقي كلهم فزوا، يلي عليهم فزوا. فإذا كان إمام حنفي وسجد للسهو نكمل بطلت صلاته، وانسجد بطلت صلاته. فالإمام لما بيسلم نقول لهم يلي قام عليه فائت وقام أما نسلم خلي عيد صلاته، بدأ إعادة الصلاة لأنه صلاته باطلة. قديش الناس في اشتهوا عن هالحكم، هذا حكم لازم الناس دائما تنتبه، ما منفز حتى ينتهي الإمام من الصلاة، ولا ينتهي إلا بالسلام الثاني. فإذا سلم السلام الثاني منفز حتى نجيب الركعة أو الركعتين. طيب، فهنا إذا لا إله إلا الله، هذا المنفرد عليه سجود سهو، والمقتدي بالإمام يسجد للسهو إذا سجد الإمام. أنت ما عليك سجود سهو لكن الإمام سهى الإمام، فأنت بدك تسجد مع الإمام لأن صلاتك مربوطة بصلاة الإمام. فإذا انفكيت من سجود السهو قبل ما يسجد للسهو فزيت بطلت صلاتك. هي اثنين. أما المقتدي، مقتدي هو سهى، مقتدي بدل ما يرى الفاتحة أرى التشهد، بدل ما يرى التشهد أرى الفاتحة، بده يسجد للسهو، يقول له لا أنت سقط السهو تبعك. قال عليه الصلاة والسلام الإمام لكم ضامن يرفع عنكم سهوكم، وفي رواية قراءتكم وسهوكم، يرفع عنك الإمام بيتحمل. لذلك أكثر الناس بيقول لك أخي والله أنا ما بحسن بتحمل، بيقولوا الغرم بالغنم، يلي بده ياخذ ثواب الجماعة كلهم، كل الجماعة في صحيفة الإمام، بده يتحمل أخطاء اللي بيرتكب الخطأ وحدة مقابل وحدة. أما قول والله أنا ما بحسن، خسر الأجر، صلى ورا منه 100 واحد، كل صلاة ب 25 قديش أخذ؟ 2500 صلاة، اثنين ثلاثة سهيوا في صلاتهم بيتحمل 2500، خليه يحطوا له 100 بيتمعوا 1500. يعني بالأرقام تفهموا أنتوا، يعني بلغة الأرقام. طيب، هذا المقتدي
إذا سهى وهو في الجماعة لا يجب عليه السهو. في بعض الشافعية، فإذا كان الإمام حنفي سمع الله لمن حمده الله أكبر ما قنت، القنوت عند الشافعي بيجب عليه سجود السهو. فبعض المصلين بعد ما بيسلم الإمام بيسجد للسهو. شو عملت يا أخونا؟ قال سجدت للسهو لأن الإمام ما قنت. لك يا حبيبي أنت مقتدي بالإمام، إن قنت بتقنت وإذا ما قنت ما بتقنت، ما في عليك سجود سهو. فهذا سجود سهو اللي جابه زيادة في الصلاة، فمع الإمام ما في سجود سهو. متى اقتديت بالإمام الإمام لكم ضامن يضمن عنكم سهوكم صلى الله تعالى عليه وسلم. أما الإمام وجب عليه سجود السهو، وجب على المقتدي أن يسجد مع الإمام. بس بيقع المقتدي هون بخلاف، شوية خلاف. مقتدي فايته ركعة أو ركعتين، شهد مع الإمام، الإمام بده يسجد للسهو، فإذا قام قبل سجود السهو شو صار بصلاته؟ بطلت صلاته. نوقف ونسجد، فبنقول له بدك تسجد مع الإمام. طيب سجد مع الإمام بفز بجيب يلي عليه ركعة أو ركعتين بعد سجود الإمام وسلامه، سجد وسلم بتفز أنت بتجيب الباقي عليك. طيب إذا أنت أخطأت بهالركعة اللي فزيت إلها تسجد للسهو. كنت كم سجود سجاد؟ سجدتين للسهو. طيب واحد وجب عليه سجود السهو لكن سهي ما سهى ما سجد، سلم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم، ذكر انه في عليه سجود سهو، اللي تسجد للسهو لساتك قاعد، تسجد للسهو وتسلم وصلاتك صحيحة. ولو بدأ بالاستغفار الصلاة صحيحة، يسجد للسهو ويسلم. مصلي وجب عليه سجود سهو ورا الإمام، عم تصلي ورا الإمام، بدأت التحيات لله والصلوات والطيبات بدل الفاتحة، بالتشهد أرى الفاتحة، وجب عليك سجود السهو، لكن أنت مقتدي، ما دام مقتدي إمامك بيحمل عنك السهو ولا سهو عليك، بتصلي والصلاة صحيحة. بدكم تنتبهوا، في كتير أشياء لازم ننتبه لها. طيب مصلي عم يصلي وسهى في صلاته، عم يصلي لحاله وهو حنفي، وجب عليه سجود السهو. صلاة الصبح وجب عليه سجود السهو، كأن بدل الفاتحة بالتشهد والتشهد بفاتحة، وجب عليه سجود السهو. عم يقرأ التشهد بده يسجد للسهو، طلعت الشمس سقط عنه سجود السهو، بيسلم وصلاته صحيحة، سقط عنه سجود السهو. أنه متى ما طلعت الشمس بتبطل الصلاة، فهذا في آخر التحيات إنك حميد مجيد، بده يسلم ويسجد للسهو، سلم رأى الشمس بدأت تطلع كمل السلام ثاني وسقط سجود السهو. عند الشافعي رضي الله عنه متى ما لحق ركعة واحدة قبل طلوع الشمس فصلاته صحيحة، لو طلعت الشمس فزل الركعة الثانية طلعت الشمس صلاتك صحيحة كمل، ما دام لحقت ركعة قبل ما تطلع الشمس صلاتك صحيحة.
هي فيها بحبوحة شوي للناس إذا لحق ركعة. ورد في الحديث هذا إذا أدرك ركعة قبل طلوع الشمس قرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا الضالين أمين إن أعطيناك الكوثر فصلي ربك وانحرنا شأنك الله أكبر سمع الله منه. جاب تسبيحة بالركوع تسبيحة بالسجود فجل الركعة الثانية طلعت الشمس اللي كمل الركعة وصلاتك صحيحة. إذا طلعت وقد صليت ركعة من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الفجر ومن أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر قبل الغروب أو قبل الشروق فركعة واحدة يا سلام. وهذا في مذهب الشافعي. طيب إذا كان أنت حنفي وصليت طلعت الشمس بصح تكملها على المذهب الشافعي؟ بصح الحنفي يصلي على المذهب الشافعي؟ شو الشروط لحتى الحنفي يصلي على المذهب الشافعي؟ الحنفي منين أخذ؟ من رسول الله. والشافعي منين أخذ؟ من رسول الله. فلا مانع لو قلد الإمام الشافعي وصلى على مذهب الشافعي، لكن شرط ما يكون بإيد مرته. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. سجود السهو في كل الصلوات نسجد للسهو إلا في صلاتين بيسقط سجود السهو. صلاة الجمعة وصلاة العيدين لو سهى في صلاة الجمعة لا يسجد للسهو، ولو سهى في صلاة العيدين كذلك لا يسجد للسهو لئلا يشوش على الجماعة. هي رحمة. أما بصلاة الجمعة بده يسجد للسهو إيه؟ واحد بفز واحد سجد واحد قعد واحد سلم واحد صار في تشويش في الجماعة. لذلك في صلاة الجمعة بيسقط سجود السهو، في العيدين بيسقط كذلك سجود السهو. طيب واحد كبر، انتبهوا عليه، الله أكبر، التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها الله أكبر، سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، سمع الله من حمد، الله أكبر، ترك الواجب غير الفاتحة وغير التسبيح وترك واجب الطمأنينة، يعني وجب عليه سجودين أو ثلاث سجودات سهو، يكفيهم سجود واحد، بيكفيهم سجود سهو واحد بآخر الصلاة، بيسجد سجود سهو بيمشي الحال. الحمد لله على فضل الله. رجل سهى في سجود السهو، سهى في سجود السهو فلا سجود عليه، بل كمل صلاته وصلاته صحيحة، يعني واجب عليه سجود سهو، سهى عن السهو وسلم وفز انه صلاتك صحيحة مشي حالها. لو واحد وجب عليه سجود سهو وسلم وفز بده يمشي فتذكر ما وصل للباب لسه، تذكر انه عليه سجود سهو بيرجع الله اكبر بيسجد سجدتين السهو بيسلم ويكفي ذلك. شرط بس ما يكون تكلم او خرج برات الجامع. فاذا كان فز من انت بالبيت عم تصلي وجب عليك سجود سهو، فزيت مشيت خطوتين ثلاثه تذكرت انه في سجود سهو تسجد وبتسلم والصلاه صحيحه. اما اذا فز وحاكى زوجته والتفت لهون ولهون له مشي حاله. الحديث النبي قال عليه الصلاة والسلام لكل سهو سجدتان
بعد ما يسلم لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم. أخذ به أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه. بعد السلام بس سلام على اليمين، إنك حميد مجيد، السلام عليكم ورحمة الله، الله أكبر، سبحان ربي الأعلى. أما لم نسي وقال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، نسي سجود السهو، مشي الحال. إذا تذكروا بسجود قبل ما يفز، يعني لا ينفصل سجود السهو حتى يتكلم أو يخرج من المسجد. أما ما دام ما تكلم ولا خرج من الجامع بسجود السهو، هالمشي خطوتين وثلاثة وأربعة ما بيأثر. طيب، عند الإمام الشافعي الله يرضى عنه قلنا السهو شو حكمه؟ سنة، سنة مؤكدة عند الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، للإمام وللمنفرد. أما المأمون لا سجود عليه، الإمام يضمن. يجب سجود السهو على المقتدي متابعة لإمامه. متى ما الإمام سجد، أخي أنا ما دخلت فيه، هو سجد، هو اللي أخطأ، أنا ما دخلت. مثلا الإمام ترك التشهد الأول نسيانا، فزل الركعة الثالثة، سبحان الله، الناس بيقولوا سبحان الله، فزل الإمام، فزل الركعة الثالثة، ما بقى هون فيه في سبحان الله، من نبه سبحان الله من فز كلياتنا. إمام نسي وفزل الركعة الثالثة، سبحان الله ومنفز. أما سبحان الله سبحان الله سبحان الله، إذا زاد عن مرة مكروه يا أخواني، ما بصير. أنت تسجد أكثر من مرة بس لحتى تنبهوا أنه أخطأت. أما فزل الثالثة، فإذا رجع الإمام للتشهد بطلت الصلاة كلها، صلاة الجماعة كلها بطلت، بدنا نعيد الصلاة من أولها. لأن القيام شو حكمه؟ ركن. والتشهد شو حكمه؟ واجب أو سنة مؤكدة. فترك الركن للسنة بطلت الصلاة، فما بصح يرجع ينزل. نحن كلنا بننفذ، وينتبه لها في التشهد الأول والتشهد الثاني. التشهد الأول إمام نسي، فز للركعة الثالثة سبحان الله ومنفز، كلنا منفز معه، منكمل الصلاة كاملة. بآخر الصلاة سجد سجدتي السهو وسلم، الصلاة صحيحة. هذا بالنسبة. أما التشهد الأخراني، عم يصلي أربع ركعات ظنه ثلاث ركعات، فزل الركعة الرابعة في ظنه. أما لحنا عرفانين إنه هاي الركعة أني خامسة، فمنتم قاعدين ما منتحرك، منتم قاعدين، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. فهون لازم يرجع، لأنه هاي الركعة زايدة، ركعة زايدة، بده يرجع للتشهد، لأن التشهد فرض. هذا هون آخر الصلاة تشهد فرض، بده يرجع له. فإذا ما رجع وأرى نحن منتم قاعدين، ما بيصح إلنا نسلم، منتم قاعدين، أرى الفاتحة وركع سبحان الله سبحان الله، إذا رفع من الركوع وجلس للتشهد صحت الصلاة لنا جميعا، وهو صحت صلاته، نكمل معه التشهد ومنسجد السهو معه ومنسلم.
أما إذا سجد جرد ما ينزل للسجود منسلم صحت صلاتنا وبطلت صلاته. فلو واحد سألك شلون الإمام بتبطل صلاته والمقتدي صلاته صحيحة؟ بتصح صلاة المقتدي صلاة صحيحة والإمام صلاته باطلة؟ قال له نعم. شلون؟ لأن الإمام سهى في صلاته، سهى وقام لركعة زائدة، فالمقتدي بينتظره، بينتظره. إذا المقتدي سلم بطلت صلاته، لأنه انقطع صلاته عن الإمام. إلا في قول أنه نوى مفارقة وسلم، أما مذهب حنفي بده يتم مقيد فيه. فاز المقتدي الإمام للركعة الزائدة، قاعدين سبحان الله سبحان الله. فإذا سجد قبل، إذا سجد بطلت الصلاة، إذا سجد بطلت صلاته. نحن منسلم صلاتنا صحيحة. أما إذا كان فزينا معه للركعة الزايدة، هذا الخطأ. هو وقف عم يقرأ، ونحن سبحان الله سبحان الله ما رجع، ومن نحن فزينا. إذا فزينا بطلت صلاتنا وصلاته، نحن مرتبطين معه. إذا سجد لها نقول له جيب ركعة سادسة، جيب ركعة سادسة، بيصيروا ستة نفل ومن عيد الفرض عشان ما نبطل الصلاة. جيب ركعة سادسة، صار الفرض صار نفلا ومن عيد صلاة الفرض. عم تفهم علي؟ إذا ما انتبه الواحد بيخربط. فهي المسبوق دائما مقيد بإمامه، فإن لم يسجد مع الإمام بطلت صلاته. وإذا كان قام إلى الركعة الخامسة بطلت صلاة. بدك تنتبه صلاتك مع الإمام. التشهد الأول لا نقوم، التشهد الأول نقوم به مع الإمام، أما التشهد الأخير لا نقوم به للركعة الزايدة. ولو قرأ الإمام فاتحة تم عم نسبح له حتى يرجع دغري للتشهد. إذا سمع الله لمن حمده، شاف كله عم يقول له سبحان الله. الإمام لما بيكون عم يصلي، إذا اللي حكى سبحان الله واحد ما بيرد عليه، بياخذ رأيه ما بياخذ. أما إذا اللي ردوا عليه أكثر من ثلاثة بيترك رأيه إلى رأي الجماعة. وأنا عم أصلي إمام أخطأت، واحد قال لي سبحان الله، أنا متيقن أنه أنا عم صلي صحيح، هاي الركعة، هاي الركعة الثالثة متيقن. هو ظن أنه أنا عم صلي الركعة الرابعة، سبحان الله ما بدي عليه. لكن لما اثنين ثلاثة من هون ومن هون سبحان الله سبحان الله، برجع بيترك رأيه إلى رأي الجماعة إذا كانوا أكثر من ثلاثة. أما الواحد بيرجع إلى رأيه وحده. طيب، نأخذ الحديث يلي أخذنا. إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري صلى ثلاثا أم أربع فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. واحد عم يصلي صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة العشاء، صلاة المغرب، تنتين ولا ثلاثة، تنتين ولا ثلاثة، اشتبهت عليه، تنتين ولا ثلاثة، هذا شك. قال له انت هلا تنتين يقين، أما الثالثة في شك، عود للتشهد. ما دام عم تقول تنتين ولا ثلاثة، لا تنتين، عود تشهد. هو بالتشهد تيقن إنه هي الثالثة،
اللي فز بتجيب الرابعة تسجد السهو. دائما نبني على الأقل. تنتين ولا ثلاثة شو منقول؟ تنتين. ثلاثة ولا أربعة؟ ثلاثة. أربعة ولا خمسة؟ أربعة. دائما نبني على الأقل ومنكمل الصلاة ونسجد للسهو. كل صلاة وقع فيها شك فابني على الأقل تنتين ولا ثلاثة، ابني على الأقل ثم تسجد للسهو وصلاتك صحيحة. ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، وهذا مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه. فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، يعني سجود السهو شفع له في صلاته، يعني صار بدال ركعة وتمت الصلاة. تنتين ولا ثلاثة؟ لا ثلاثة، ومجيب الرابعة. بجيب الرابعة وهي بتكون خامسة، فبيسجد للسهو بتمم الصلاة. وإن كان صلى إتماما لأربع، هو صلى أربع فز، كانت سجدتي السهو كانتا ترغيما للشيطان، إزلال للشيطان، بصير إنه أنت زودت ركعتين سجدتين تقربا إلى الله. الشيطان سجدة واحدة مرضي يسجدها لآدم، أنت سجدت سجدتين لله تعالى. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سهى أحدكم في صلاته فلم يدري واحدة صلى أو اثنتين فليبني على واحدة، فإن لم يدري ثنتين صلى أو ثلاثا فليبني على ثنتين، وإن لم يدري ثلاثا صلى أو أربعا فليبني على ثلاث، وليسجد للسجدتين قبل أن يسلم. طيب، هنا لنأخذ كذلك بعض الأحكام الشرعية. في مذهب الحنابلة الله يرضى عنهم، سجود السهو واجب لكل ما يبطل عمده في الصلاة بالزيادة والنقصان، زيادة أو نقصان يبطل بالعمد فبيجب سجود السهو، كترك ركن فعلي أو ترك واجب سهوا، كترك التسبيح ركع ما سبح، أو تسبيح الركوع أو تسبيح السجود، قرأ الفاتحة وهو راكع، أو قرأ القرآن وهو راكع، يجب عليه سجود السهو، يكون واقف عم يقرأ الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الله أكبر. سبحان كمل السورة هو عم يركع. الصلاة غير صحيحة، فهون بتبطل الصلاة ولا بدأ سجود سهو؟ مذهب الحنابلة باطل، لأنه خلط الفرض بالسنة، التسبيح سنة فبطلت صلاته. مذهب الإمام الحنفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قرأ القرآن في الركوع، وقراءة القرآن في الركوع يبطل الصلاة. مشان عجلة ثانية بطلت صلاته، من اللي بدك تعيدها. مذهب الشافعي قراءة الفاتحة فرض والتسبيح سنة، خلط الفرض بالسنة أو أتى بالفرض بوقت السنة بده يعيد الصلاة. فالمذاهب كله بيقولوا عيد صلاتك مشان عجلة ثانية. عم تعملوها كلكم ولا لا؟ اكتبوا ليها، أكتركم بيعملها
خاصة لما بكون بالبيت عم تصلي وانت مستعجل او في وعد وبدك تلحق الوعد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل والله الله الصمد لم يلد ولم يولد، كله كفوا احد، الله اكبر، كفوا احد، الله اكبر، هو بالركوع. صلاتك باطلة يا ابني، عيدها من اول. فاذا قرأ في الركوع او قرأ في السجود وجب عليه إعادة الصلاة. في ناس بيقرأوا بالسجود قل هو الله أحد 11 مرة أو 20 مرة بالسجود، ما في قراءة. في الركوع والسجود في تسبيح ما في قراءة. واللي بيقول إنه بالصلاة في قراءة بنقول له هذا خطأ. طيب، إذا ترك المصلي سنة، ترك الصلاة عن النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد. في التشهد الأول أشهد أن محمد رسول الله، يقول اللهم صل على سيدنا محمد وبفز. فإذا قال وعلى آل محمد بده يسجد للسهو. عند الإمام أبو حنيفة إذا قال اللهم صل على سيدنا محمد بده يسجد للسهو. كنت انتبهوا يلي حنفي بده ينتبه، عم بحكيكم الحنفي والشافعي. مشان عند الحنفي يقول التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، بفز. إذا قال اللهم صل على سيدنا محمد بده يسجد للسهو. هذا إذا قالها سهوا، ما منتبه قال اللهم صل على سيدنا محمد بده يسجد للسهو. قالوا أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، قال له يا أبا حنيفة كيف توجب الصلاة سجود السهو على من يصلي إذا صلى علي؟ عم يقول اللهم صلي على النبي بسجد السهو. فقال يا رسول الله أولم يصلي عليك وهو ساهي؟ هو سهيان صلى عليه، مدام سهيان أوجبت عليه سجود السهو لأنه سهيان، من عم متوجه إليك. فقال النبي له زادك الله فقها يا أبا حنيفة. منات إذا صليت على النبي أنت صحيان ما في شيء. والصلاة على النبي في مذهب الشافعي في التشهد الأول هذا ركن، دون صلي على النبي اللهم صلي على سيدنا محمد. إذا بتقول وعلى آل محمد لا تسجد للسهو، منات سهيان أنت بالصلاة على النبي، بدنا اياك تصلي على النبي وانت صحيان. فاذا قال واشهد ان سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وفز، فالصلاه صحيحه، لا شيء فيها. هي اذا كان ترك الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام في التشهد الاول وهو شافعي بيجب عليه سجود السهو. أو ترك الجلوس للتشهد الأول بدل ما يقعد فز للركعة الثالثة دغري، نسيان ظن الثاني وفز للركعة الثالثة، لما وقف وقرأ الفاتحة عرف أنه الثالثة، ترك التشهد لسجود السهو، بدك تسجد للسهو. بالتشهد الثاني مستعجل أشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، ما قال وعلى آل محمد بيجب عليه سجود السهو. التشهد الأخير مستعجب، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، بتسلم صلاتك صحيحة. أما إذا تركت الآل ما قال وعلى آل محمد يجب عليه سجود السهو. كم واحدة صاروا تبهوا؟ واحدة إذا خطأ راحت عليكم تشبهوا تتشوشوا،
طيب، فصلى ترك الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام التشهد الأول، التشهد الثاني الآل وعلى آل محمد في سجود السهو، ترك دعاء القنوت بيجب فيه سجود السهو. مذهب الشافعي إمتى بيقنوت؟ بصلاة الفجر والنصف الثاني من رمضان في صلاة الوتر. في صلاة الفجر القنوت، القنوت بيكون بعد الركوع. في صلاة الفجر كل يوم، وفي صلاة الوتر بعد النصف الثاني من شهر رمضان بيبدأ القنوت. فلو ترك القنوت وجب عليه سجود السهو. فالوتر، الوتر ما فيه، الوتر عند الحنفي. فز الركعة الثالثة قرأوا ما قنت، فزنا الركعة الثالثة وسجد، وجب عليك سجود السهو. عند الشافعي سمع الله من حمد في صلاة الفجر الله أكبر، نزل دغري من غير ما يدعي، قال له عليك سجود السهو. أما إذا قال أخي والله أنا تركت سجود السهو قصدا كإمام، قال أنا قصدا تركت سجود السهو، تركت القنوت قصدا. ليش؟ وكأنه في البعض افتكروا أنه الدعاء فرض، فحتى عرفهم أنه ما هو فرض فقلت أبو حنيفة اليوم وصليت عن مذهب الحنفي. فمن أنه صلاتك صحيحة وتقبل الله منا ومنكم جميعا. فإن قنت الإمام نقنت معه، وإذا ما قنت الإمام ما بنقنت معه. العوام كثير مساكين بيخربطوا في صلاتهم. إمام ما قنت، أنت إلك أنه تقنت. أن سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا، الله أكبر، نزل. أنت بترفع إيدك، اللهم اغفر لي يا غفور، اللهم ارحمني يا رحيم، وصلى الله على سيدنا محمد. تنزل السجود، بتلحقوا بالسجود، سقط عنك الواجب. أما بعد ما سلم الإمام سجد، لأنه ما له محل هون السجود. الإمام لكم ضامن. طيب، واحد شك بالركعات، مرمنا هلا حديث، شك بركعاتي ثلاثة ولا أربعة، اثنتين ولا ثلاثة، شو بيعمل؟ يبني على الأقل، دائما يبني على الأقل، وبيكمل صلاته. وشو في عليه؟ عليه سجود سهو. كمل الصلاة لكن بيسجد للسهو. أما لو شك بعد الخروج من الصلاة، بعد ما سلم وفاز شك، قل له الله معك. إذا وصل للباب قال أنا صليت يا ترى ثلاثة ولا لا، صليت أربعة وصلاتك صحيحة، الله معك. بعد الخروج من الصلاة الصلاة صحيحة. الشك الذي يقع بعد الصلاة شك باطل، ما نلتفت له ولا بيأشر، إلا في ناحيتين. في مذهب الشافعي إذا شك في النية أو شك في تكبيرة الإحرام، هل أنا كبرت تكبيرة الإحرام ولا لا؟ كبرت تكبيرة الإحرام؟ شلون فت للصلاة؟ قال والله دغري الله فت دغري، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بدون ما يكبر. إذا شك في تكبيرة الإحرام أو شك في النية، قال له عليك الإعادة بهالتنتين فقط، تكبيرة الإحرام أو النية. نويت ولا ما نويت؟ النية ركن عند الشافعي، لينوي وصلي فرض الفجر لله تعالى الله أكبر. إذا ما نوى الله أكبر
إذا قلنا له أخي شو نويت؟ أخي صلينا. شو نويت؟ صلينا. قال له عند الشافعي صلاتك باطلة. لابد من النية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال، يعني إنما قبول الأعمال بالنيات. عند الإمام الحنفي النية واجب ما هي ركن، أخذ إنما صحة الأعمال بالنيات، فإذا ما في نية ما بصح، الله يرضى عنهم. طيب، إذا ارتكب فعل منهي عنه سهوا، إذا كان عمدا يبطل الصلاة، أما سهوا مثل إيش؟ حكى كلمتين هو عم يصلي طن الجرس الجوال، هلا وقتكم، هو بالصلاة، هلا وقتكم، شو حكم صلاته؟ باطلة في مذهب أبي حنيفة، الكلمة ولو سهوا تبطل الصلاة. وفي مذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الكلمات القليلة لا تفسد الصلاة. فارتكاب فعل منهي إذا كان عمدا يبطل الصلاة. إذا عمد أنا عم صلي وجاء واحد فالسلام عليكم، وعليكم السلام، بطلت الصلاة، هذا عمدا بطلت الصلاة. أي كلمة يتكلم بها ما بدها الكلمة، قال له لساتك نايم، حاجتك، كلمة حاجتك، حاجتك، بطلت الصلاة. عم تصلي اجت الزوجة قالت لك وين حطيت المفتاح، وين المفتاح وانت عم تصلي؟ اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. يا مسكين بطلت صلاتك. اما اذا قلت لك وين حطيت المفتاح، اشار باشاره، معلش، الكلمة ولو سهوا تبطل الصلاة في مذهب أبي حنيفة. وهذا أورع ورع أكثر، حتى ما واحد يأخذها أنه إذا بدنا نحكي الكلام عمدا يبطل الصلاة من غير تردد. وهكذا كل ركن أو كل واجب أداه في غير محله وجب عليه سجود السهو، مثل قرأ في التشهد، قرأ الفاتحة في التشهد، أو قرأ التشهد مكان الفاتحة، أو قرأ السورة في الاعتدال، سمع الله لمن حمده، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد. فأي تغيير من حركات الصلاة يوجب سجود السهو. أو في الركوع، ركع في الركوع، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، جاب القنوت في الركوع، القنوت نسيفه وأم جابه هو بالقنوت، قال له عليك سجود السهو. وكل ركن تركه الإنسان، كل ركن تركه سهوا فيه سجود السهو، أما إذا تركه عمدا بطلت الصلاة وعليه إعادة الصلاة. الله يرضى عنه. المالكية قالوا ما دام لسه في وقت له حق أنه يصلي،
مثلا انا راح اجيب لكم هلا عم اصلي مثلا صلاه الظهر، سجدت سجده واحده وفزيت، نسيت فكرها انه سجدتين، سجدت سجده واحده، لما وقفت عرفت انه انا سجدت سجده واحده. هالسجده هي ركن، لما بخلص الصلاه انك حميد مجيد الله اكبر فز، الله اكبر بسجد، بجيب السجده، بجيب السجده وبقعد بتشهد وبسجد سجدتي السهو وبسلم. هذا اللي فاته ركن من ركوع او سجود ياتي به قبل السلام وصلاته صحيحه. وهذا عند الامام مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه تكون الصلاة بذلك صحيحة. أما إنسان ترك السنن، السنن لا تحتاج إلى سجود سهو، ترك دعاء الثناء سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، تركه دغري الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، لا سجود عليه، إنما نقص أجره، ما جاب سبحان ربي العظيم، ما جاب سبحان ربي الأعلى، ركع ورفع ما سبح، لا سجود عليه، إنما ترك سنة فاته الأجر فيها. طيب ننتقل إلى حديث ثاني، هذا أحكام كثيرة بدكم تنتبهوا إلها، الله يرضى عليكم. عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما، صلى الظهر ركعتين ما قعد شهد فيهن، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك، وسجدهما الناس معه، هو إمام، مكان ما نسي من الجلوس صلى الله عليه وسلم. إذا صلى ظهر ركعتين قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما، يعني معناته التشهد الأول تركه صلى الله عليه وسلم، تركوا نسيانا ولا سهوا؟ شو رأيك؟ النبي ما سهى، إنما شرع تشريعا أنه إذا صار معكم هيك تزيدوا للسهو بيمشي الحال، فما جلس التشهد الأول. فلما قضى صلى الله عليه وسلم، لما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم، إنك حميد مجيد الله أكبر، سجدة أولى، سجدة ثانية، ثم سلم بعد ذلك، وسجدهما الناس معه، لأنهم الناس مقتدين، والمقتدي مرتبط بإمامه، إن سجد بتجيب يسجد، ركع بتركع، إن رفع بترفع، أنت مقيد به. أما أنت مع الإمام، الإمام قال سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، الله أكبر، أنت تميت، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم إلك، أنت في خطأ، هم ما بصير تعود تدعي، رفع الإمام ترفع معه، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا. أما الإمام رفع وأنت لسه عم تسجد فهذا خطأ يرتكب بعض الأحباب، بظن أنه إذا دعا أنت مع الإمام، إن دعا بتدعي وما دعا ما بتدعي. وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس صلى الله تعالى عليك يا رسول الله. فهذا الحديث دل على أن سجود السهو قبل السلام
وهذا مذهب مين؟ مذهب الشافعي، السجود قبل السلام، هذا أخف على العامة. العامة أخف عليهم سجود الشافعي، تخلش التشهد تسجد للسهو وتسلم. أما في مذهب الحنفي رضي الله عنه بسلم على اليمين وبيسجد سجدتين السهو، بيرجع بعيد التشهد من أول الأخير بعدين بيسلم، لأنه التشهد الأخير مستوى الركن، بيكون آخر صلاتك التشهد. هذا في مذهب الحنفي رضي الله تعالى عنهم وأرضهم. فالإمام الشافعي هذا خلص، هو جاب التشهد بس سجد السجدتين لجبر النقص وهذا جائز. وعن المغيرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس، فإن استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو. صلى الله عليك يا رسول الله. إذا قام الإمام في الركعتين، عم يصلي الظهر فاز بالركعتين للثالثة ما قعد تشهد يعني، فإن ذكر قبل أن يستوي قائما، إيش عم يفز؟ ربع فزي تذكر بيرجع بيعود، فليجلس. فإن استوى قائما متى ما وقف فلا يجلس. طيب لو رجع تبطل الصلاة، ليش؟ قيام ركن والجلوس سنة أو واجب، فترك الفرض للسنة بطلت صلاته. لذلك إذا فز ربع فزة بيرجع، نصف فزة بيرجع، إذا كان للجلوس أقرب بيرجع والصلاة صحيحة، وإذا للقيام أقرب للفز كمل وبتسجد للسهو والصلاة صحيحة. هي حديث النبي عليه الصلاة والسلام. إذا قام الإمام في الركعتين الأول، يعني قام قبل أن يتشهد، فإن ذكر التشهد قبل أن يستوي قائما فليجلس. قبل ما يفز ذكر أنه ما جاب التشهد فليجلس. فإن استوى قائما وقف فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو. طيب هذا هلا بالصلاة الرباعية أو الثلاثية، صلاة المغرب أو صلاة الظهر والعصر والعشاء، نسي التشهد وفز نص ركوع نصف قيام، لسه ما فز، عم يفز تذكر انه ما تشهد بيعود بيتشهد، اما بعد ما وقف تذكر انه كمل وسجد السهو والصلاة صحيحة. طيب وعن زياد بن علاقة رضي الله عنه قال: صلى بنا المغيرة، فلما صلى ركعتين قام، يعني قام للثالثة، قام للثالثة ولم يجلس، فسبح به من خلفه يلي وراه: سبحان الله سبحان الله، فأشار إليهم أن قوموا. عم يصلي قوموا، هن بيقوموا، أما هو ما بيرجع، لو رجع بطلت الصلاة، أما قوموا. فلما فرغ من صلاته سلم وسجد سجدتي السهو وقال: هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني سجود السهو على مذهب سلم بعدين سجد سجدتين سهو، عن مذهب الحنفي، مشان ما تخربطوا فبينتها لكم من اول شيء. فالله يرضى عليه، يرضى عنه هذا زياد بن علاقه، اتى بسجود سهو على مذهب الحنفي. اما المغيره، حديث المغيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام
أمر بسجود السهو قبل السلام. لو الحنفي ألد الشافعي أو الشافعي ألد الحنفي في مانع؟ ما في مانع. الأخف عليكم أنه الشافعي، ألد الشافعي ولا مانع من ذلك، والصلاة صحيحة. بس ما يكون دق إيده بإيد مرته، يعني بيكون وضوءه باطل، يقول أنا شافعي وضوءه باطل غير صحيح، تكون صلاته غير صحيحة. فبده يكون ملتزم بمذهب الإمام الشافعي بالوضوء. طيب حديث الثاني: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم في ركعتين. صلاة العصر 4 ركعات، سلم في ركعتين، فقام ذو اليدين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا اسمه الخرباق، إيديه كانت طوال، سموه ذو اليدين. فقام ذو اليدين فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ بدوي يسلمني على هالفهم، يقول حسن السؤال نصف الجواب، كن سؤالك لطيف فهمان. أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ذلك لم يكن، يعني لا قصرت ولا نسيت. لكن شو عملت؟ تشريع، بده يشرع للأمة بشأن الأمة تعرف إذا صار معها هذا كيف تعمل. فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله. قال له: صليت ركعتين أنت. فأقبل رسول الله على الناس، أصدق؟ صدق ذو اليدين؟ فقالوا: نعم يا رسول الله. فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة، جاب ركعتين، ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم. مذهب حنفي. طيب هون لنبحث لكم بقى عند الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عند الأحناف رضي الله عنه سجود السهو بعد السلام لكل زيادة أو نقصان، أي زيادة في الصلاة أو أي نقصان في الصلاة تسجد السهو، ولو سجد قبل السلام أجزأه. عند الشافعي صحيح، لو قبل السلام سجد صحيح. أجزأه عند الشافعية. والسجود بين التشهد والسلام، فإن سلم عمدا فات السجود، وإذا سلم سهوا صح السجود. إذا سلم سهوا وما صار فصل واسع، متى ما زكى سلم مشي الحال، سجد سجدتين مشي الحال. ويسجد سجود السهو بالدنية ولا ما بالدنية، ينوي بقلبه، ينوي بقلبه سجود السهو، مثل ما بدك تنوي عند السلام. عند السلام في نية، يمكن ما حدا منكم بيعرفها، ما حدا منكم بينوي، إنك حميد مجيد، تنوي في قلبك أن تسلم على الملائكة ومن عن يمينك، السلام عليكم ورحمة الله، على الملائكة ومن حولك، في قلبك تنوي السلام عليكم ورحمة الله، نية السلام. هي كمان بعض المذاهب أكدها رضي الله عنهم. كمان سجود السهو، لما بدك تسجد
تنوي في قلبك سجود السهو الله أكبر بسجود. طيب فهنا ينوي بالقلب، فإن تلفظ بدون تلفظ ويسجد السجدتين عند الحنابلة إن كان سجد بعد السلام يأتي بالتشهد ويسلم، وإن سجد قبل السلام فلا يحتاج للتشهد. يعني على الحنفي ولا على الشافعي؟ هي ولا هي؟ عند الحنفي إذا سلم قبل سجود السهو، إذا سلم بسجد السهو، إن كان بعد السلام يأتي بالتشهد. إذا سجد بعد السلام، بعد ما السلام عليكم ورحمة الله سجد، قال له عيد التشهد. وإذا كان سلم قبل السلام، إذا كان سجد قبل السلام قال له ما بدأ التشهد. يعني مذهب الحنفي إن سلمت بعدين سجدت بدك تختم بالتشهد، أما إذا سجدت قبل السلام ما بدأ التشهد. والحمد لله رب العالمين.